اهلا وسهلا، واش راكم لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. تما تشوفوا لا فيديو تاع اليوم، نقول لكم مرحبا بكم في القناه، مرحبا بكم في فيديو جديد. سمحوا لي اذا كان صوتي ناقص ولا صوتي تعبان، راني هذا وين ندير لكم في المونتاج، يعني سمحوا لي بزاف على نقص الصوت. نشكر بزاف 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 اللي سقسوا عليا، نشكركم كامل كامل، واللي تحيروا عليا فرحتوني بزاف، ربي يفرحكم ان شاء الله، ربي يرزق ان شاء الله كل محروم ان شاء الله يا ربي، وربي يهني كل وحده. اليوم كيما شفتوا جيتكم وجبت لكم معايا فيديو تاع فلوق الولاده. هنا كانت عندنا 9:30 تاع الصباح، انا صباح خرجت نمشي يعني سبحان الله على 6، كان عندي يعني شوي وجع بصح ما توقعتوش تاع ولاده، ولا خرجت نمشي ورجعت زاد لي يعني شويه تاع وجع. هي عاد 9:30 وانا جيت هنا عند فلاكنينيك، يعني عند الطبيبه اللي متابعه عندها. هنا كنت قاعده، ركبت لي يعني قالت لي ندير لك السيروم، قلت لي خلاص راح تولدي. يعني هنا كانت ركبت لي بيكات لي البرا وجاو يعني ركبوا لي السيروم. النبي الواحد يا بنتي ما يدعو كل يا رب يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله يا رب، انا نجاتي معنا الحمد لله. سمحوا لي قطعت الصوت، خليتكم مع المقتطفات بعد الولادة تاعي. كما قلت لكم جيت على 9:30، يعني كان بيني بين 11:30 كنت ولدت، والحمد لله الحمد لله ولدت بخير وعلى خير. بعد ما ركبوا لي السيروم يعني ما طولتش، تقريبا هكذاك واحد 10 دقائق هذا مكان، ورحت ولدت والحمد لله. يعني والله ما ظنيت نولد بهذا السرعة هذه، ما كنتش متوقعتها. خلاص بديني الوجع باللي 4 في الليل، كان وجع يعني خفيف هكا، وصباح 6 نوضني رجلي قال لي روحوا نمشي شوية. خرجت نمشي ورحت ثاني للسوبر ماركت اللي وريتولكم المرة اللي فاتت، رحت كملت نشي زيت الزيتون ونشي العسل الحر. وبعد ما جيت نوصل للدار بديني هكا الوجع بدا يقوى، وانا نقول مازال. عيطت لي ماما قالت لي واش نهي، قلت لها اني عندي شويه هكا، قالت لي اجري روحي، وانا نقولها مازال وهي تقول لي اجري روحي. قلت لك يعني الحمد لله، يعني مالغري ما كانتش معايا بصح ما خليتنيش يعني في التليفون، كل دقيقة تعيط كل دقيقة، يعني جاونا هذه الظروف والحمد لله، يعني ما قدرتش تجي ولا ما، الحمد لله وربي عوضني بعجوزتي، يعني الحمد لله اللي عوضتني اللي هي أمي الثانية، الحمد لله عوضتني على غياب ماما، وقفت معايا هي اللي ما خليتنيش. خلاص سمحوا لي. هنا بعد ما ولدت جابوا لي تيزانة، هنا داروا لي اليانسون وقالوا لي يعني شربي حاجات سخونة،
هنا في لاكليني كيما قلت لكم، يعني اللي يحب اللي يولدو طبيعي، اللي حب يبات يبات، اللي ما يحبش المهم تفوت ربع سوايع يقدر يخرج. يعني بعد ما تشوف الطبيبه اذا كانت حالتك مستقره وحالة البيبي مستقره تقدري تخرجي. هذه انا خليتها حتى لسبعة تاع العشوة، قعدت 7 سوايع ومن بعد وليت خرجت. كما تعرفوا هذا الوباء والحالة يعني ما راهيش تعجب، صرتو هنا الحالة ما راهيش تعجب خلاص، ما قدرتش يعني. وحتى وجيت نخرج بنتي يعني ما قدرتش نخليها وحدها، ما نحكي لكمش يعني كنت نحوس نروح، ما قدرتش نخليها وحدها ولا قلت نخليها تبات وحدها. ما قدر يعني كون خليتها مع سلفتي وكانت عجوزتي يعني روحت معها. بصح كيما تعرفوا قلب الام ما قدرتش نخليها خلاص، كل دقيقه ثاني نعيط لسلفتي نسقسي عليها. و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا الاخبار. والنهارده طالعين نقول لكم يعني وتشاركونا الفرحة السعيدة بتاعتنا، وأحلى متابعين لينا في قناتنا، والله نورتونا. وما فيش كده مبروك لينا على الطفل يعني، وادعوا لنا كده إن ربنا يبارك لنا فيه، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزق كل إنسان طالب الذرية بإذن الله، ربنا يديله الذرية الصالحة وبإذن الله خير بإذن الله لكل الجميع. وتحياتي ليكم والحمد لله رب العالمين. المرأة العزيزة الحمد لله قامت بالسلامة، وألف الحمد لله على السلامة ليكي، وربنا يبارك لنا فيك يبارك لي فيك إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يتمم لك الشفاء إن شاء الله وتكون بالسلامة إن شاء الله. والتحية لكل ست مكافحة في حياتها، والسلام عليكم. يعني كان فيديو خفيف ظريف برك، شاركت معكم مقتطفات هذا مكان. كاين اللي قالوا لي صورينا مقتطفات من الولادة تاعك، وصورت لكم يعني. والحمد لله وربي يرزق ان شاء الله كل محروم ان شاء الله يا ربي، ربي هني كل وحده. والله دعيت لكم كامل، وربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء ويرفع علينا هذا الضر، نكمل نعيش حياتنا الطبيعية. هنا كانت عجوزتي روحت على الربعة تاع العشوة، هنا راجلي قاعد كان يقرأ له في القرآن، وعجوزتي مسكينة روحت على الربعة قالت لي روح أنا الأولى نبدأ نوجد لك يعني الماكلة به تتعشي. قالت لي هي تعود 6:30 7 هذاك هو أنا نجي. وهي قالت لي بيتي يعني متروحيش، قالت لي وقعدي يعني بيتي وحتى الغدوة وتكملي غدوة وروحي. بس انا ما قدرتش نبات يعني، روحت مسكينه دارت لي العشاء، ولقيت ثاني سلفتي خليت بنتي مع سلفتي، لقيتها ثاني مسكينه نقات لي الدار وسيقت ووجدت وجدوا لي الحاله والحمد لله. ولقيت ثاني جوزتي ثاني طيبت لي الماكله، كانت دارت لي شوربه تاع الفراخ البلدي كما يقولوا هما فراخ بلدي، كانت دارت لي شوربه تاعها يعني اول مره نذوقها، وكان الطعم تاعها روعه 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 ما نحكي لكمش. كنت كي نشوفها هكذا مرات كي كنت نتوحم يعني، كانوا يديروها بصح يعني جامي ذقتها. بصح بعد ما ولدت دارتها لي والحمد لله يعني عجبتني، وثاني دارت لي فراخ بلدي دوك تشوفوه يعني اني صورت لكم. وهنا كانت السبعة كنا روحنا، هذا فطير يسميوه الفطير هما يديروه ثاني، ديرتو لي وتحطو في الشربة، وهذه هي الشربة اللي طيبت فيها يعني الفرخة كما يقولوا هما الفرخة. الحمد لله اني يعني روحت ولقيت حاجة سخونة ودفيت بها يعني
دفيت بها كرشي كما تعرفوا بوحدك تكون نافس اصلا. بعد الوحده ما بعد ما تولد يعني يحكمها واحد الجوع، جابوا لي الماكله لاكلينيك يعني ذاك، وقعدت فيها الجوع. وهذا هو الفيديو تاع اليوم. على بالي قصير بزاف وعلى بالي اني كثرت الهضره. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، ونتمنى ان شاء الله نكون خفيفه عليكم، وان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.